يلا يلا موافق. لحظة، كيف لو تسربت ذي المعلومات ووصلت لمستخدمين ثانيين؟ الحق 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 الحق، خلنا نمسك كل الجوال. نجيب، كلنا حريصين على بياناتنا ومعلوماتنا الشخصية الآن بارد بطريقة تفاعل السلسة والمبتكرة والدقيقة. هل هو فعلا بيستخدم بياناتي أو معلوماتي الشخصية من أجل هذا التفاعل؟ بارد مستخدم المعلومات اللي كانت متوفرة للجميع في التعلم تبعه، هاي المعلومات اللي مثلا موجودة على الإنترنت، على الخرائط، جداول المعلومات إلى آخره. هاي معلومات أشخاص مثل لي أو مثلك بيقدر يوصلوا عليها. هذا بخصوص بارد. باقي المنتجات اللي أريد أصلا عليها معلوماتي الشخصية اللي رفعتها وبياناتي، طيب هذه ما تستخدم معلوماتي الشخصية؟ ككل منتجات جوجل، بياناتك الشخصية هذا إشي إحنا مهتم فيه بشكل كبير، ونخليك كأنت كمستخدم عندك القدرة الكاملة اللي تتحكم ببياناتك الشخصية، فنعطيك كل الأدوات اللي تساعدك تحكي مين بيستخدم البيانات هذه، كيف طريقة استخدامها، تقدر تقفلها أو تفعلها زي ما أنت محتاج. في وسط الصور المفبركة الموجودة في كل مكان، كيف أقدر أستفيد من أدوات الذكاء الاصطناعي في معرفة إذا هذه الصور مفبركة ولا لا؟ طبعا يا عبد الله، تعرف ميزة البحث عن طريق جوجل، هلا اضفنا لها ميزه جديده. فانت مثلا اذا شفت انت صوره بدك تعرف والله وين انتشرت هاي الصوره، او هل هي لها علاقه بالخبر الموجود ولا لا، تقدر تبحث عليها عن طريق الصور عن طريق جوجل. احنا نعطيك كل المواقع اللي الصوره هاي ظهرت فيها، ونعطيك كمان انت اول مره ظهرت هذه الصوره. بصوره عامه نجيب، نصيحه لكل واحد اليوم يستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي وخايف على معلوماته الشخصيه. اقول لك من الاول لازم تكون انت منتبه كيف بياناتك يتم استخدامها، واثنين اي معلومات تطلع من برامج الذكاء الاصطناعي تعرف انها دائما مكمله للذكاء البشري، لازم تراجعها انت كشخص قبل ما انك تستخدم. بصراحه نجيب، انت بشكل شخصي هل انت تقرا كل الاذونات وتوافق على كل الكوكيز في كل موقع تبدا تدخل عليه؟ اذا الموقع انا اثق فيه ورحته قبل هيك ما اقراهم، لكن اذا موقع جديد اقراه واشوف انا ايش الاشياء اللي تناسبني اوافق عليها ولا ما اوافق عليها. لو تسمح لي نجيب، بس توافق على هذا الكوكيز؟ هذا الكوكيز اللي انا اوافق عليه.